بسم الله الرحمن الرحيم، ومع حلقة جديدة من برنامجنا بسمة البكرة. أستاذة بسمة، أخبارك؟ تمام يا حبيبي. حلقتنا مميزة النهاردة جدا. عرفينا بضيوفك يا أستاذة بسمة. مساء الأمل، مساء التفاؤل، مساء الخير. وزي ما وعدنا حضراتكم في البرنامج بتاعنا، كل ما هو جديد من ذوي الهمم، مواهب في ذوي الهمم، في برضك مواهب جديدة، طفل موهوب بغنى بإلقاء شعر، وهنتشرف بيه. ازيك يا رضا؟ الحمد لله تمام. نتعرف بيك. اسمي عبودة حلمي عبودة، من قرية دهتور، محافظة الغربية. تمام، ونتشرف بالضيف. ابراهيم حلمي عبودة، اخو عبودة صور. تشرف. تمام، يا مرحب بيكم. اهلا بحضرتك. استاذ رضا ان شاء الله، ولا ابراهيم؟ ابراهيم. يعني ابراهيم وشهره رضا. ايوه ان شاء الله. طيب تمام. طيب من عبوده في شهره ولا حاجه؟ بودي عبد. تمام تمام عبد. احنا هنكون معاكم النهارده طول الحلقه، هنستمتع بيك. انا حاسس انها حلقه مميزه جدا 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 النهارده. بس هنرجع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين مع ضيوفنا المميزين والموهبه المميزه. نتعرف تاني بالضيوف. يا استاذه بسمه، نتعرف بعبوده. اتفضلي يا عبوده حلمي عبوده، من قريه دهتوره تبع محافظه الغربيه. هوايتك ايه يا عبوده؟ هوايتي الغناء. طب ممكن تقول لنا ابتهال او تمام؟ اتفضل. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي، ما تساويش إلا معك يا رسول الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا. محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نور الارض والسماوات. ما شاء الله عليك، الله يفتح عبودة. موهبه جامده جدا. الله يفتح عليك بجد بجد بجد. انا مبسوط عزب. ربنا يبارك في صوتك يا حبيبي. استاذ ابراهيم، اهلا بحضرتك حبيبي. انت اخو عبودة صح؟ ان شاء الله. عبودة لكم اخ؟ احنا ثلاثة. انا اكبرهم. وفي حضرتك اكبرهم؟ اه. والوالد ربنا يديله الصحة؟ موجود. موجود ربنا يديله الصحة. اكيد. يعني والوالدة؟ والوالدة موجودة ربنا يديله الصحة. الله يخليك النبي. واحنا انا عن نفسي انا بقدم التحية للوالد ووالدة، الموهبة الجميلة قوي 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 اللي ربنا يجعله، يعني يجعل الموهبة دي في ميزان حسناتها، انها توصله للصوت ده والتشجيع. بس انا عايز ارجع برضو نقطة تانية، اقول مين اللي بعد الوالد والوالدة طبعا، او بعد ربنا في الاول، مين اللي وقف معاك بجد يا عبودة خلال مشوارك الصغير ده اللي لسه برضو على يعني هيكبر معاك بأمر الله؟ طبعا اخويا ابراهيم هو اللي كان بيشجعني دوما ان انا مثلا ما تحركش، ما تكسفش ان انا اغني. هو الاب الروحي بتاعك يعني. تمام، متابعك في كل حاجة. كل حاجة. طيب، طب في الوقت دوت اكيد حد متابعك تاني في المدرسة او حاجة زي كده؟ ليك شهادات مثلا تقدير؟ معايا شهادات تقدير من المدرسة، والاستاذ مثلا اللي كان بيشجعنا على طول مستر زكي. تمام. هو اللي كان معايا على طول، كان بيقول لي مثلا ايه استاذ زكي ايه؟ قدم. استاذ زكي العدس. بيساعدك وبيأزرك في الـ في الـ في الاغاني. استاذ زكي العدس، انا بوجه لحضرتك من خلال البرنامج شكر خاص لرعايتك لموهبه عبوده، ولو حضرتك يشرفنا ان انت تعمل مداخله معانا وتتصل علينا، يشرفنا نتعرف على حضرتك ونسمع صوت حد بجد بيقف جنب موهبه لحد ما يطلعها لبر الامان.
استاذ ابراهيم اتفضل. عبوده طريقه في الغنى اثر على دراسته؟ لا خالص، انا من وجهه نظر ان يعني هو عبوده يعني متفوق جدا من وهو في ابتدائي وحاليا دلوقتي. ده عشان اخوك هنقول متفوق وكده؟ لا لا والله، هو حاليا رسمي اولى ثانوي. تمام تمام اوكي. فان شاء الله يعني انا يعني متفائل ان هو يعني ان الموضوع ده مش هيأثر عليه خالص في. طيب لو الموضوع ده لا قدر الله حسيت ان هو هيمثل خطوره على دراسته وحياته العمليه او حياته في الدراسه، طبعا هيكون في انا من وجهه نظري كاخ كبير لي مثلا، وان والدي موكلني بكل حاجه تخصه. تمام. الدراسه عندي اهم طبعا، احنا كلنا تعليم عالي بس اكيد الاغاني تمام. عنده كشريان الحياه بالنسبه له هو، اكيد صح كده معايا يا عبوده؟ صح. فطبعا مش هتحرمه من الغناء، هو ده هيدي له حافز اللي هو يتفوق. ما فيش مشاكل، هو ده فعلا مدي له حافز، لان في زي ما في ناس بتدعمه في ناس قالت ان هو ما ده هيأثر عليه تأثير سلبي يعني. لا ده ممكن يأثر عليه تأثير إيجابي على فكرة. ايوه، ما هو جاب معاه بصراحة يعني، هو خد الموضوع كتحدي وتحدى ناس كتير فعلا، اتكلمت ان الموضوع ده هيأثر عليه، ف يعني الموضوع ده جاب معاه بنتيجة إيجابية يعني. طب كويس اللي جات معاه بنتيجة إيجابية. طب في موقف أنت فاكره اللي هو مثلا ضايقك، قلت لا مش هكمل غناية، إيه حسيت بانكسار، حد ساعدك في لحظة يأس مرت عليك؟ لحظة عبودة. يأس أيوة، أو لحظة سعادة، احكي لنا يا عبودة. يعني لما كنت صغير في الابتدائي كان هو كان في صغير يعني قبل كده عبوده؟ في الابتدائي. طب لسه صغير ولسه قدامك المشوار كبير واحنا معاك بالامر. في الابتدائي في المدرسه الابتدائيه كنت بطلع انشد في الاذاعه المدرسيه وكده، فكان اتلخبطت في اغنيه تمام وسكت ما كملتش. تمام. فقلت بقى ايه مش هغني تاني لاني ماليش يعني طريق. يأست خلاص. مين اللي ساندك في الموضوع ده؟ اللي سندنا اخويا طبعا، قال لي لا ما تيأس من اول حاجه كده وخلص ثقتك في نفسك كبيره. تمام. يعني وفي افضل في المدرسه برضك قعدت تحفز معايا وتقول لي لا اكمل، يعني قعدت تشجعني كتير. المفروض الضربه اللي ما تكسركش تقويك عامه يعني. أيه. تمام. فكويس ده كده كويس. عبوده ازيك؟ الحمد لله. اعمل ايه؟ تمام. إيه احنا كلنا بنحب البلد دي صح؟ اه. بجد ولا بهزار؟ لا بجد. وكلنا ورا السيد الرئيس صح؟ صح اكيد طبعا. وكلنا ورا جيشنا وشرطتنا وبلدنا صح؟ صح. عايز اسمع حاجه البلد دي. مش بتحبها زيي؟ بحبها. طيب هشوف بتحبها زيي ولا اكتر مني؟ لا كلنا بنحبها. هشوف بتحبها زيي ولا اكتر مني، بس انا يمكن بعبر باسلوب تاني، ان انا اقول للناس كلها ان انا موجود. تمام. انت باسلوبك بادواتك اللي بتتقنها بسم الله ما شاء الله، عايز اسمع انت بتحب البلد دي ازاي؟ اتفضل يا عبود. ما فيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر أنا في نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبه في الكون ده أدي، هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا بتفكيرها شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي، في كل مكان اروح يقولوا مصر رفع راسي، عاشق ارضك سماك وحبي ليك ده شيء اساسي، هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. طب بصراحة مش هنحب غيرها وهنفضل نحبها لحد آخر يوم في عمرنا إن شاء الله، وهنوصي ولادنا وولاد ولادنا وولاد ولاد ولادنا إنهم ما يحبوش غير البلد دي. معايا معلش يا أستاذة، معايا مداخلة مفاجأة بقى. الأستاذ زكي العدس معانا، الأستاذ زكي العدس مدرب
الموسيقى واللي كان بيشجع الاستاذ عبودة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ زكي، تحيه خاصه لحضرتك من البرنامج ومن القناه. اهلا وسهلا بحضرتك ولكل الموجودين مع حضرتك، ويا رب دايما تبقوا في نجاح وتقدم دايما على طول. متشكرين يا استاذ زكي على الموهبه الجميله اللي طلعت للنور دي. عبده من الناس اللي يعني اولا المؤدبه جدا. لا تعبتك جدا اكيد يعني. يعني مؤدب جدا ومحترم وشاطر في الدراسه. تمام. واهله بيشجعوه كويس جدا، وبالذات اخوه ابراهيم، وخامته خامه من هي القديمه اللي هي الجميله جدا، اللي بصراحه احنا بنهتم بيها عشان هو فنان. تمام يا استاذ. تمام يا استاذنا. استاذ زكي، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. في موهبه عند حضرتك غنى برضو؟ يعني غير عبده يعني؟ لا حضرتك، انا بتكلم على شخصك الكريم. انا اصلا بدرس تربيه مستوية الزمالك تمام حلوان، وانا مدرس موسيقى تمام، وعندي اكاديميه تعليم وكده، وعبده من معنى، وانا بعزف اصلا كمانجا وبعزف اورج وبعزف جيتار، يعني بعزف الات كتير. يا ريس انت فرقه موسيقيه مستقله. ربنا يعزك. لو في مواهب نقدر نظهرها للنور، البرنامج عندنا بيتبنى الموضوع ده، ونتمنى تعاون حضرتك مع عبودة يسفر عن شيء جميل زي ما حضرتك بتعاون. بصراحة أنا شايف يعني، أنا سامع من كلام حضرتك كده أن حضرتك بني آدم مخلص جدا في عملك، وبشكر حضرتك. لو عايز توجه حاجة لعبودة، عبودة سامع حضرتك. هو أولا أنا أقول بس حاجة صغيرة كده، إحنا طبعا كلنا متابعين بصراحة البرنامج والقناة يعني. ربنا يعزك. ربنا يعزك يا ريس. وشجعتونا بصراحه، ويمكن عبودة شجعنا ان احنا برضو نقدم المواهب عند في القناه برضو. شرف لينا. وعبودة من الناس اللي اتمنى ان هي يعني تمارس اكتر، وان هي تهتم بنفسها اكتر، علشان بصراحه انا شايف في المستقبل كبير ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ربنا يوفقها ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب الاستاذ زكي، كل تحيه لحضرتك، نشكر حضرتك جدا، ومع ضيوفنا الاستاذه بسمه. نيجي بقى لاستاذ ابراهيم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بك. دلوقتي عبوده زي ما انت بتقول في الدراسه الحمد لله ممتاز، وانت بتشجعه وبتنميه. لما يغلط في غلطه او اي حاجه انت بتعاقبه ازاي؟ يعني مثلا تمنعه تقول له انت مش هتغني خالص، او ايه العقاب اللي هو يقول لك خلاص اوكي انا معاك؟ انا لو قلت له انت مش هتغني تاني، ده بالنسبه له اكبر عقاب، يعني عقاب قاسي جدا يعني. تمام. فانا بحاول اتفادى الموضوع ده خالص، يعني بحس ان انا ما اثرش عليه في حاجه برضو. يعني هو مثلا ممكن يخش في مود يزعل مثلا، ياثر عليه يعني، مثلا ما ياخدوش قدام، يرجعه ورا. طب انت دلوقتي عرفت اللي هو موهبه وبيغني وكده، فانت حبيت تقول كفايه عليه الغنى ومثلا ملاش دراسه غنى او حاجه زي كده، ولا انت قلت عايز تنميه او تعرضه للناس فلازم نديله دروس تقويه او الكلام دوت؟ والله هو كل حاجه بدون العلم ما اكيد طبعا ما بعترفش بيها. تمام. لازم العلم مع الموهبه. بالظبط كده، يبقى دافع. عايزينكم بقى على العبوده تاني. اتفضل. بصراحه انا معجب بيك جدا عبوده. توفيق. نفسي اشوف حاجه حلوه قوي 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 قوي. تمام. سمعنا صوتك يا عبوده بقى. لسه هقول له والله. وحشنا صوتك انت بجد. نغم صوتك عبوده بيخش القلب بجد. ايه الاغنيه اللي انت بتبدع فيها؟ وايه الاغنيه اللي انت بتحس انها بتقولها من جواك او بتدندنها يعني؟ الأماكن للفنان الكبير فنان العرب محمد عبد. ما شاء الله. تمام، نسمع منها حاجة. الأماكن كلها مش شاجلك، والعيون اللي رسم فيها خيالك، والحنين اللي صرى بروحي وجالك، الأماكن كلها مش شاغلك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب،
شوف حالي آه من تطري علي الأماكن 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 كلها مشتاقة لك مشتاقة لك. طبعا الأغنية دي من أغاني فنان العرب الأستاذ محمد عبده، كل التحية له، بنقول له ربنا يديك الصحة وتمتعنا أكتر وأكتر. عبودة أمتعتنا النهاردة. عبودة نفسك في إيه لما تكبر؟ يعني عايز تبقى مغني مشهور، ولا أنت مثلا في ناس تقول لك أنا هوايتي الرسم مثلا بس عايز أطلع دكتورة، أنت هوايتك تطلع مذيع مغني، ولا هوايتك تطلع إيه؟ بتحلم بكرة تبقى إيه؟ بكرة مع الموهبة. مع الموهبة دكتور. شفت نادر لما تلاقي حد يعني واثق من نفسه يقول لك الموهبتي انا عايز اطلع مغني. طب انا عايز اطلع. اسالك سؤال عبودة، اشمعنى اخترت دكتور؟ لان يعني بشوف ناس كتير بالذات في الفتره اللي احنا فيها ديت الفيروس وكفاح الدكاتره، يعني بكن لهم كل الشكر. الجيش الابيض. الجيش الابيض ضد الفيروس، فانا يعني لما اشوف العدد ده كله بيضحي لاجل مصر فاكيد هكون عايزه ابقى من ضمن اللي بيضحوا دول. هو بصراحه اطبائنا قبل الفيروس وبعد الفيروس واثناء ازمه الفيروس هم ليهم كل الاحترام، بيضحوا بارواحهم، عشان كده سميناهم الجيش الابيض. تمام، وبنحيي اي حد بيضحي بروحه عشان بلده. تمام عبودة، انا جاي النهارده اسمعك يا عبودة، انا طمعان اسمع حاجه كمان. مستعد؟ مستعد. تختار لنا ايه؟ اغني اغنيه لام كلثوم. ممكن تغني اغنيه للام بعد اذنك كده بناء عن والدتك اكيد تعبت لك او ماشي اوكي ماشي احنا كده خلي بالك لينا لقاءات تانية. انا يعني بص ممكن اصلا الحلقه الجايه واللي بعديها واللي بعديها عبوده معايا، انا مش هي مثلا يا عبوده والدتك تمام. مثلا اعترضت على الغنى؟ لا ما في حد عندك بابا او الحاج او الحاج اعترضوا او بابا او ماما؟ ازاي ابني يغني كده ما ينفعش كده يعني؟ هو واحنا ابويا في اول الموضوع، ابويا في اول الموضوع، بس ساعه لما لقى بقى كل ايه بيشجعني فايه بقى قال مشجعه احسن ساعه لما لقى نتيجه في الدراسه معايا تمام اوكي. طب لما حد مثلا ايه، طبعا بناء احنا بنخاف من الاب وبنعمل له هيبه والكلام من ده، لما انت تعوز تخلي باباك يوافق على حاجه بتسخر له مين؟ الاب الروحي بتاعك؟ أكيد. يعني ايه ورقه الضغط عندك على الحاجه؟ ابراهيم ولا الحاجه؟ لا ابراهيم. ربنا يخليك يا ابراهيم له اكيد يعني بصراحه عمري ما شفت اخ مثلا. لا مش اخ، ده اب تاني، اب روحي. الولد اسمه ايه بقى؟ الحاج حلمي. حاج حلمي ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يخلي لك عبوده وابراهيم. والاخ الثالث الاستاذ محمود. والاستاذ محمود بس على راس الثلاثه دول ربنا يخلي لك الحاج. الحاج بصراحه الحاجه انا يعني بصراحه عرفت تربي، عرفتوا تحتضنوا موهبه زي عبوده، عرفتوا تنموها وكبروها تخلوه واثق من نفسه فعلا وحاسس ان اهله في ظهره. طبعا حاج حلمي في مواهب كتير قوي 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 ما بتلاقيش حد في ظهرها فبتقع. ربنا يجعلكم سند وظهر ليه على طول. شكرا لحضرتك. نرجع للاستاذه بسمه. ماشي. طب يا عبوده دلوقتي في المدرسه طبعا الانسان اللي بقى مميز في حاجه بيبقى فرحان ومبسوط، يحس ان هو عن زملائه قامه. انت بقى بتتفخر بكده ولا بتتغر عليهم؟ لا والله عادي، ما فيش اي حاجه يعني، انا وسط زملائي زي بره عادي. بتتكلم معاهم بحب؟ بتكلم معاهم بحب. لا في ناس بيبقى الغيره بقى واكلاهم وانا فوات مميز وكده يعني. فوات مثلا بره المدرسه بقعد اغني وهم بيحبوك. بيقولوا لي غني. لك صاحب مميز كده تقدر تشكره في القناه البرنامج؟ ليا اصحاب كتير. مين الصاحب أحسنهم. مين الصاحب يا عبوده اللي بتحس ان هو بجد بيقف معاك ولو حس بيبقى ملازمك على طول لو في مشاكل في حاجه غير ابراهيم؟ طبعا هو ابراهيم بالنسبه لك اب واخ وصاحب وكل حاجه وربنا يخليك. بتحكي له عن كل حاجه؟ بتحكي له على كل حاجه طبعا. مين الزميل اللي ممكن تتكلم معاه؟ ده بيقول له مين ده بيستاذن؟ انت بتساله مين؟ انت بتروح معاه المدرسه برضه؟ لا هو اصحابه. طب كويس، اصحابه كويس يعني، اصحابه كتير وعلاقاته كويسه جدا مع الناس. عبوده انا سمعت ان انت عندك صفحه على اليوتيوب مكسره الدنيا.
قول لنا على الصفحه. ده اشاعه ولا بجد ولا ايه؟ لا عندي صفحه فعلا. اسمها ايه؟ ايه عشان اخش اتفرج عليها؟ اسمها عبده حلمي. ادخل عبده حلمي. عبده حلمي. عبده حلمي. عندك متابعين طبعا وعندك مشاهدين وانا متضايق من الراس دلوقتي. لا لا فاهمني. قول لنا بقى اغنيه جميله كده بتحب تدندن. هنسمع حاجه من ام كلثوم ولا نسمع حاجه خفيفه؟ طب تمام اوكي معاك. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي مجفيها النوم، النوم يا مصهرني أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوال، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على بال وعلى بال، أمال حلاوة حبك فين وفين حنان قلب عليا، وفين غلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية، يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني، لا عني بيه واه النوم ولا بخطر على بالك يوم اسأل عني، يا الله يا عبودة الله امتعتنا النهاردة، ربنا يصلح حالك ورب ونشوفك فعلا مراتب. معنا خلاص الوقت ازف، صوتك سحب الحلقة خالص وتوهنا. وفي نهاية كل حلقة متعودين ان احنا نشكر الناس. استاذة بسمة متعودين نشكر الناس. احنا عايزين نقعد مع عبودة. لا اكيد هنقعد معاه بعد الحلقة ان شاء الله. هنشكر الناس في نهاية الحلقة بتاعتنا، الناس اللي بتقف في الخير، الناس اللي بتساعد ذوي الإعاقة، الناس المميزة. عندنا أول حد على الشاشة معانا، هيبقى معانا مين؟ نشوف نشوف الأستاذ أحمد هاشم. بالتوفيق يا ريس في مشوارك، ابن بلدي وربنا يوفقك. والله ده الدكتور أحمد محمود أو الأستاذ أحمد محمود، نقيب العاملين بالتخاطب في الشرقية. بقول له إحنا عايزينك معنا ريس، هتفيدنا كتير قوي 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 قوي. ده الأب الروحي ليا الدكتور الأستاذ الدكتور مرسى أمين والأستاذ عبد الله الغزالي. بالتوفيق يا جماعة، بالتوفيق لكل أهالينا. ونختم بقى أستاذة بسمة. ومع نهاية البرنامج بتاعنا برنامج بسمة لبكرة ومواهب جديدة، وإن شاء الله الحلقة دي مميزة بالنسبة لي وبالنسبة لكم طبعا، وإن شاء الله نتابع فيما بعد مواهب جديدة، وهنكون معكم بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله بعد العيد ومواهب متعددة، انتظرونا في برنامج بسمة لبكرة. السلام عليكم.